لازم تذاكر تفهم دروسك وتدي معدل محترم، مش تطلع احمر زي ابن الجيرة. عندها حق، ابن الجيران حمار. عارف ليش حمار؟ ابن الجيران حمار لأنه كان أيام المدرسة في الابتدائية والإعدادية لما الأستاذ يقول من بيطلع في الإذاعة؟ من بيطلع يديني في الإذاعة؟ من عسل يديني طباشير؟ هو كان بيستغل موضوع الطباشير عسل بيجلس 5 دقائق خارج. لكن الأستاذ لما كان يسأل من حل الواجب؟ تعالت على أكل. حلو؟ حل المسألة. ابن الجيران حمار فعلا. عارفين ليش ابن الجيران حمار؟ لانه كل الاطفال في سنه، الكبار لما يسالوا السؤال الروتيني المعروف حبيبي ايش الشيء تطلع لما تكبر؟ الاغلبيه كلنا ايش يطلع؟ مهندس. وانت يا حبيبي ايش يطلع؟ محامي. ابن الجيران كان بيجاوب اجابه مختلفه، حبيبي ايش الشيء يطلع؟ لا ايش يطلع صورتي في التلفزيون. شوف شوف ابن الجيران. قلت لك حمار والله، الله يعينها العالم. ابن الجيران حمار فعلا، لانه وقت حصه الرياضيات يصير المقعد الاخير وهو بيسب المدرس. مش بيسبه، خايف منه. في وقت حصه الفنيه ولا الرياضه يكون اول واحد ويمشي الوقت سريع. ابن الجيران عدى المرحله الابتدائيه والاعداديه وبتفوق. مش تفوق يعني، مش قوي يعني، ولكنه تفوق. كان المفروض يكتبوا بتفوق متفوق، غلطوا الأخطاء مطبعية في المدرسة كتبوا مقبول. معلش. ابن الجيران دخل الثانوية العامة. الثانوية العامة بيتغير فيها الزي المدرسي. الثانوية العامة بتتغير في أغلب الوقت المدرسة. بعد ما كنت تدرس في مدرسة قريبة من البيت أصبحت تدرس في مدرسة بعيدة. يا ريت التغير توقف عند هذا الحد فقط. ابن الجيران انتبه وتوعى وفهم ايش يشتي من المجتمع في مرحلة الثانوية. الثانوية عندنا هي طريقك، هي اللي تحدد طريقك. تجيب معدل محترم معناته بتشق طريقك نحو النجاح. تجيب معدل زفت خلاص انت محكوم عليك انك تكون انسان فاشل. ولهذا مع كثره الضغط قرر ابن الجيران انه يكون ايش؟ طالب مجتهد ويكون محترم جدا ويجيب معدل محترم. لهذا قال نفسه كيف افعل؟ انا ما انا فاهم في الفيزياء ولا الاحياء ولا التفاضل والتكامل ولا الجبر والهندسه. ايش اسوي؟ لازم اجتهد، لازم اذاكر. شغل لي على نفسي في الغرفة وأحاول أفهم الأحياء والتفاضل والتكامل عسى بكون إنسان محترم وإنسان ذكي. ابن الجيران يذاكر، ابن الجيران يجتهد، ابن الجيران يتعب، ابن الجيران يدخل اختبارات، ابن الجيران يخلص اختبارات، ابن الجيران يسلم النتيجة. 63 يعني. والله ان عندها حق. الله يبارك فيك يا ابني. صح هكذا ترفع راس ابوك وامك. 90 صح رجاء. مش نساعدنا الجيران حماء. احا انا حماء. شكله المجتمع عنده حق. 90 دخل جامعة حكومية
برسوم تسجيل رمزية عشان جاب معدل محترم، دخل تخصص يحبه أبوه. ابن الجيران لقى نفسه قدام المجتمع فاشل، ايش بيسوي؟ ولا في يده شيء. خرج ابن الجيران من بعد ما كان بيصارع مدير المدرسة، أصبح بيصارع على الحياة رأس برأس. ابن 90 في الجامعة، ابن الجيران خرج للشارع يدور على نفسه. أحلى حاجة في الموضوع أنه أول ما خرج من الثانوية بمعدل 63% أول حاجة فعلها صوح سيفي. صوح ما هو صوح، سوى سيفي مكتوب فيه على اسم فلان 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 ابن الجيران، اسمه الشهادة الثانوية العامة ودعمه من المعدل، ما كتبش المعدل، خليه ايش خبيه ان شاء الله ما احد يركز ويقبل مني. ايش المهارات؟ اجيد العمل تحت اي ضغط، اجيد العمل 24 ساعة، استطيع العمل بروح الفريق الواحد. هذه اللمسة الأخيرة، هذه أقوى حاجة فعلها. متوقع أنه بيتوظف. لا عاد نسيت حاجة، اللغات، يجيد اللغة العربية. قالوا لأصحابه لا انتبه انتبه، كتب تحتها يجيد اللغة الإنجليزية، وكتب في الوسط متوسط ولا مع حرف. عموما التسعين بيتفوق وبيعدي بيتجاوز مراحل. ابن الجيران اشتغل في البداية كعامل بالأجر اليومي، خرج اشتغل كحارس أمن، مع الوقت خرج واشتغل كريسبشن موظف استقبال. أقوى حاجة، في يوم من الأيام دخل واحد ضيف غير مرغوب فيه في هذه الشركة. نزل المدير لابس كرافتة كذا بدلة أبو 8000، ليش يدخل هذا؟ ها؟ أنت حمار؟ خرج هذيك الساعة، كرماته ما سمحت لهش، وخرج على طول من هذاك العمل هذيك الساعة، قدم استقالته. مريع إنه المدير يبس رجله إنه اجلس، إيش بسوي من دونك؟ أول حاجة سواها المدير أبسلها عنده وقع الاستقالة. خرج وهو في الطريق للبيت يسأل نفسه بيقول أنا حمار ولا المجتمع ولا ذي الشيء يخليني حمار؟ من وقتها قرر إنه ما عاد يشتغلش في أماكن أو في أعمال ما بيحبهاش، تسلف فلوس، اشترى كاميرا ولا بقى عرس، عرس من 2000، عرس من 3000، عرس من 5000، المهم إنه يعتمد على نفسه. وهذا الشيء خلاه يقدر يرجع المدرسة إلى الجامعة ويدرس في جامعة خاصة، مستفيد من الدخل الذي بتوفر له التصوير، ودرس التخصص الذي يحبه أو الأقرب إلى شغفه. في لحظة من اللحظات سأل نفسه سؤال، أنا أيش؟ أنا من؟ أنا أيش أقدر أسوي؟ تذكر أنه بيحب القراءة، تذكر أنه بيكتب بس بيخاف من الناس، تذكر أنه عمره من كتاباته كلها ما عرضها حتى على أصحابه، خايف من ردة فعل المجتمع لأنه بيشوف هذه الأشياء أمور ثانوية بعد الوظيفة الحكومية. والذي يتوظف وظيفة حكومية معناها أنه بيكون إنسان تافه لو فكر يفعل حاجة ثانية. في ليلة ما بعد ما كان نفسه يشوف واحد الذي بيكتب يقول له واو، في ليلة تشجع ونزل أول مقالة له أو كتابة ساخرة أو قصة قصيرة في الفيسبوك. كان خايف من ردة فعل الناس لأن الناس متعودين على نطم السلام عليكم. كانوا الناس متعودين على نمط واحد، فهو لما كان يكتب بيحس أنه بيكتب بطريقة مختلفة، بيحس أنه هو ما هوش الصح، ما هوش مبدع زي البقية. شجع وكتب نزل في الفيسبوك، لأول مرة في حياته يحصل 100 لايك. يصور الشاشة، يتصل أصحابه، يعزم هذاك بروست، يعشي هذاك. من أقوى اللحظات في حياته، عارفين أي شيء؟ لما يدخل له واحد مشه من أصحابه ولا يعرف يكتب له واو.
انه يدخل شخص ما يعرفك يكتب لك واو. احنا متعود، انا متعود يعني متعود على اشخاص معروفين في حياته، منور دام الخفوقك يا الغلاء شلون مغلي، ينزل صورته في الفيسبوك اشتاق لك شوق المطر افا عليك 100. لاول مره تحصل معه انه صورته الشخصيه يحصل فيها 75 لايك، وفي الفيسبوك يحصل على المنشور 100 لايك. الان ابن الجيران الحمار بعد ما كان بيدور واحد بس يقول له واو، او انه كتاباتك حلوه استمر، بيقرا له تقريبا في منصه واحده في فيسبوك 20,000. ابن الجيران وثق من نفسه جدا، كتابه الاول قريب يصدر، قصص قصيره، مثل في 3 أفلام محترمه جدا، وحلمه انه يمثل في افلام محترمه عالميه. ابن الجيران ماشي في الشارع، ابن 90 كبر، تزوج قبله بمراحل بسنين، ابن الجيران معه ابنه بيقول له يا بابا انا احب عمه، ايش يطلع زي ابن الجيران.